الراديو 90-90 هواها مصري. كلام عالمين على راديو 90-90، كلام عالمين دائما مع مؤسسة مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، وفي دايما زي ما انتوا عارفين كده متعودين لما بيبقى في حاجة مفيدة لازم كلنا نتكاتف، ولازم كلنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان نكون جزء من هذا العمل المفيد. النهاردة عندنا حملة انا شايفها اكثر من رائعة، كلنا هنشارك فيها، وانا عايزكم انتوا شخصيا تشاركوا فيها. هي حملة اسمها لا لضرب النار في الافراح، اوقف عادة انقذ روح. طبعا احنا كلنا لينا اصول ريفية، وحتى مش ريفية بس، ده في بعض المناطق في هنا في القاهرة الفرح يبدأ فتلاقي الناس بتتهافت ازاي يجاملوا بعض بالنار، ازاي يجاملوا بعض بترسانة السلاح، الأسلحة اللي بتبقى على الترابيزات. وبنسمع بقى، بنسمع الكوارث اللي بيحصل، ورصاصة طايشة يحصل بيها كارثة وخلافه. مش هنخوض في التفاصيل عامة لأن احنا معانا حالة وكلنا عارفينها طبعا، من أشهر ضحايا هذه العادة السيئة جدا يوسف العربي. يوسف كان من الأطفال رحمة الله عليه اللي احنا اتكلمنا عنه كمان في البرنامج كتير، والدنيا كلها كانت بتتكلم عنه. هو أصيب وقتها برصاصة طائشة في ميدان الحصري في 6 أكتوبر، وكان فرح للأسف الشديد قريب، يعني حتى ما كانش هو في الفرح، ده كان يعني مش موجود في الفرح أصلا، ولكن اللي كانوا بيحتفلوا بالفرح وفاكرين أن ده مظهر للاحتفال والفرح تسببوا في أن في أسرة حزينة. يعني برضو مش هنخوض في التفاصيل أكتر من كده علشان أنا مش عايز، وإن كانت كلمة أجدد الأحزان دي كلمة مش منطقية. يوسف لا هو أول ضحية ولا آخر ضحية للأسف، لأن طول ما احنا عندنا موروثات غريبة مش مفهومة هنفضل نخلص على بعض في الآخر. والدة يوسف أستاذة مروة إناوي قررت إنها بمساندة العيلة وأصدقاء يوسف وحبايبه وأصدقائها وكل الناس اللي كانت ولا زالت متضامنة معاها، إن هم يعملوا وقفة. لازم خلاص، مش واقفة ان احنا هنوقف، لا احنا هنوقف الموضوع ده، لازم الحملة دي تنطلق. وبالفعل انطلقت، لان لازم نوعي كل الناس، ونوعي توعي اهلك ووعي اهلي كلنا بعدم تكرار اللي حصل ليوسف. يوسف ابني وابنك واخوك الصغير واخوك الصغير. فالحملة دي بتستهدف قرى ومحافظات الصعيد، ونيجي عند الصعيد ونشد مليون خط، وبعدها كل محافظات مصر وبعض الاماكن الموجودة في القاهرة. طيب خلينا الأول أرحب ضيفتي الأستاذة مروة إناوي والدة يوسف رحمة الله عليه ومؤسسة الحملة. منوراني يا أستاذة مروة، وأنا مش عارف الحاجات اللي زي كده أقول إيه، ولكن أنا عارف اللي أنت فيه، وعمرنا يعني إحنا بنقول إحنا مش هننساء وإحنا حاسين بيك، ولكن عزائنا الوحيد ان انت قررتي إن يوسف لما ارتقى بقى عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت هتكملي بمسيرة تنقذي بيها أطفال ممكن من عمر أو أصغر من عمر يوسف. بالضبط. أولا شكرا جدا للدعم الغير مشروط اللي انتوا بتدعموه لي، سواء على فكرة يعني لما بعت ليوسف أيام المحنة في 12 يوم، ولما كان في الغيبوبة كنت بعت له رسالة وهو أعتقد أنه حس بيها، ومن الرسائل اللي أثرت فيها أنا شخصيا جدا لأنها كانت صادقة جدا. يعني بالنسبة يعني يوسف أنا واخده نقطة بداية، يعني أكيد الحزن ده جانب كده مش هيختفي يعني، بس مش عايزين بقى فكرة إن احنا نخلط بين القضاء والقدر وبين النصيب، لأن ده هو دي الآفة الكبرى، إن الناس كل ما تتكلم معاهم عشان تقنعهم فيروح محولها لنصيبه وقدره وخلاص على كده ونقطة. احنا راضين بالنصيب والقدر والقضاء والقدر، ومؤمنين بربنا، ومؤمنين إن ده يعني ربنا عايزه. بس هو أنا يعني حسيت قد إيه الناس حست إن يوسف ده مش ابني لوحدي، ان يوسف لمس قلوب الناس اكنه ابنهم كلهم. فانا حسيت ان في رساله، مش ما انتهتش القصه عند وفاته، وان في حاجه نكمل عشانها. يعني يوسف كان بيحب الناس قوي وكان بيزعل على اي حد، فالناس كلها زعلت عشانه، وعشان كده انا قررت ان هو طريقه وفاته دي يمكن هي الصدقه الجاريه اللي هتبقى لي. فبحاول يعني جاهده ان انا اعمل حاجه أنا وصحابه وأصدقائي اللي هو كان زي ما بنقول كان صاحب الكل. فبنحاول. أستاذة مروة، أنا مش من محبي يعني عارفة اللي بيقولك يكتر الأحزان أو نحن هنتكلم في التفاصيل، لكن اختصارا لكل ما حدث، هو يوسف ضحية
رحمة الله عليه لرصاصة طائشة من فرح بالزبط. من غير بقى تفاصيل وفكرة وحصل يعني هو يكفينا ان احنا خلاص الجملة دي خلاص شرحة نفسها وشرحت كل اللي حصل. أستاذ محمد خالد من القائمين على الحملة مشرفنا ومشرف راديو 99. أهلا بك يا مستر، شكرا لك وشكرا لاستضافتك الجميلة. شكرا محمد، قولي انت دورك ايه في الحملة؟ انا الحقيقه هو انا دور احنا المفروض ان الحمله فيها 8 افراد بما فيهم مروه غير المتطوعين، كل واحد لينا فيه دور. انا دوري نقدر نسميه علاقات عامه، انا المسؤول عن موضوع الطباعه بتاعه كشاكيل وماسك الحسابات بتاعه الحمله كلها. و طب بس واحده واحده، يعني انت بتقول يعني احنا عايزين نوضح للناس الحمله فكره وجود الحاجات المقتنيات اللي الناس تحصل عليها دي عباره عن ايه الاول ودخلها بيروح يعني فهمني بالظبط. هو 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 الحمله معموله بصراحه فكره موضوع كشكول يوسف ده كانت فكره مروه المقترح ان احنا نعمل منتج صورته منوره عليه. تمام والله ولو كان في انتقاد غريب شويه بس انا كان ليا رد عليه، يعني هو كانوا بيقولوا على ان ليه ادي ابني كشكول في صوره طفل متوفي. يعني قلت لها مش بتسمعي ام كلثوم وساعات بتقتني حاجات عليها مج ام كلثوم او فيعني مروة كلنا. بس انا هقول لك حاجه واسمحي لي ان خلاص هقول لك مروه على طول. احنا كل حاجه بتتعمل اكيد بتنتقد، ولو احنا عملنا ايه وفضلنا واقفين محلك سر علشان الناس بتنتقد حاجه احنا مش هنتغير ومش هنغير البلد دي للاحسن. انت فكره الحمله ارقى بكتير جدا من فكره ان انا ابص ان صوره او مش صوره، لا انا اللي عامله الحمله والحمله دي ابني اللي عاملها، مش هعتبر ان مروه اللي عاملها اصلا، يوسف رحمه الله عليه هو اللي عاملها. فقصة ان الناس تنتقد او ما تنتقدش مش عايزك تقفي عند ده خالص. يعني انت اللي بتعمليه ده انت بتحطي نواة حاجة كبيرة جدا. احنا الموضوع ده ما حدش بيكلم فيه يعني خالص. يعني انا لما تدردشنا ما فيش حد بيقف يقول يا جماعة ضرب النار في الافراح دي مصيبة، احنا ما بنسمعش غير ايه فلان مات، فلان كان واقف في البلكونة الطلقة جت فيه وقعته، واحدة عروسة مش عارف ايه، فاحنا بنقول الحوادث ونسكت بتمر مرور الكرام. بالظبط هي دي مشكله. ولما كتبت البوستات لقيت بقى بيجي لي انبوكسات حكاوي، الحكاوي كتيره جدا وكلها، وفي حاجات بتخض يعني دراماتيكيه جدا، اب قتل بنته في العروسه، يعني حاجات كتير بقى دراما مش طبيعيه. ودايما بنحط راسنا في الطين زي ما بيقولوا عشان اللي هو ما بنواجهش المشكله، ودايما بنعلقها على القضاء والقدر او بتتحول ساعات لطار مثلا يعني في الصعيد يعني ده بتخلق كارثه تانية كمان فللأسوأ. بالظبط بالظبط هذه مشكله، ومحدش خالص خالص خد خطوه. انا مستغربه جدا ان خلال السنين الكتيره دي عشان يوسف اللي ياخد خطوه عشان جت يوسف يعني يكون البدايه. هو 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 ربنا اختاره زي ما حضرتك قلتي، ولكن نقطه ارتقاء يوسف عند ربنا سبحانه وتعالى كانت نقطه بدايه لحاجه كبيره جدا كلنا هنشتغل عليها. ارجع لك تاني استاذ محمد وكملي، يعني الناس اللي بتسمع كل الناس هتبقى حابه تكون جزء من هذا الكيان. بالظبط، وده اللي شايفينه. ان احنا ابتدينا الموضوع من 14 يوم بالظبط عن الفكره اللي احنا هنعملها ايه، اللي احنا هنعمله عشان خاطر نجمع فلوس نعمل بيها فيلم قصير نلف بيه المحافظات كلها، اللي هو بيمنع ممارسات عن فكرته بتمنع ممارسات ضرب النار في الافراح والمناسبات. هيبقى عباره عن ايه الفيلم؟ هل انت هتجمع اقوال مثلا يعني مشاهير مثلا، ولا هتوعي الناس، ولا هتجيب حالات حصلت واسر ده بالفعل بيحصل. ده دور حد من الحمله بيعمل حصر للحالات اللي معموله، وبالفعل احنا من غير ما بندور وبعد ما عملنا الموضوع ده بيجي لنا حالات احنا ما كناش نعرف عنها حاجه ولا مكتوب عنها في الجرايد ولا اي حاجه، بيتواصلوا معانا وبيتواصلوا مع مروه ان هم محتاجين يساعدوا معانا لان حصل معاهم كده بالفعل. لما فكرنا لقينا موضوع الكشكول كويس جدا، ان هو حاجه بتبقى في متناول الايد مع الطلبه مع الكبار مع كل الناس، بيبقى مكتوب فيها ايه هي اهداف الحمله. هدف الحملة ان احنا نبيع اكبر عدد من الكشاكيل دي في كل الاماكن، وبالفلوس بتاعت الكشاكيل دي هننتج فيلم قصير. الحقيقة هو فكرة الفيلم موجودة والناس دلوقتي في ناس بتكتب الفيلم ومعروض مننا من حتت كتير ان هما ينتجوا لنا الفيلم، لكن الحقيقه احنا كلنا طبعا مش هتكلم عن مروه بس، احنا كلنا مش حابين حد ان ينتج الموضوع، حابين الناس كلها هي اللي تنتجه. بالظبط مروه عندها حاجه هي ممكن تقولها حاجه حلوه قوي. انا يعني حلمي ان يتكتب في الفيلم انتاج عدد كبير جدا ايا كان هو ايه، عدد مصري مصر او مواطن رافض للفكره دي. هو ساعتها كده هي دي المشاركه، وهنا هنحس بالتغيير، لان
التغيير ما بيجيش من فرد، التغيير بيجي من جماعة. يعني يمكن بيبقى فيه محرض لكن ما فيش فرد بيقوم بكل حاجة. تعرف مروة ايه المشكلة كمان؟ ان المشكلة ان اللي بيعمل هذا الفعل هو في الاصل هو مش قصد حاجة. يعني هو بيعبر بطريقة للأسف خطأ تماما عن فرحته بالزبط. وما يعرفش الطريقة اللي بيفرح بيها نفسه دي تسببت في ايه بعد كده. اللي هي اللي يعني عارف دي فسرتها انا بالهاشتاج اللي طلعته بتاع فرحتك موتت فرحتنا، فرحتك موتت فرحتنا انسب. لا هو ما بيبقاش قصده، يعني ما بيبقاش قصده، بس في حاجة بقى لازم نبتدي نفهمه ان لا انت كده بتأذي. يعني هي دي الفكرة، ان احنا ما يعني فكرة نبتدي نحول الجملة من قضاء لقدر، هي قضاء وقدر ونصيب البني آدم يموت صحيح. ازاي بس خلينا نقول لا لازم يفهم ان هو بيأذي، ان هو مش بيعمل حاجة كويسة. لا ما هنا يعني برضو ما انا اسف كلمة ما تصرفش بغباء وفي الاخر اقول اصله قضاء وقدر بالزبط. ما اقفش اعمل كوارث، ما هو الافراح مش معمول عشان انا اضرب افضل اضرب طلقات يمين وشمال. المرة ده قبل الحلقة كنت بتكلم هنا مع زمايلي وكان بنتكلم، زميل هنا بيقول لي انا حضرت فرح كان فيه، بيقول لي كان فيه رشاشات، بيقول لي كان في كم اسلحه، بيقول لي انا كنت حاسس ان انا في حرب. استعراض للقوه. يعني استعرض انت جاي مش جاي تفرح، انت جاي تستعرض قوتك على مين؟ انا برضو الفكره مش مفهومه. وفعلا زي ما انت قلت يا احمد ان احنا ما بنتكلمش في الموضوع، بنستنى المصيبه بتحصل وبعد كده بنقول ده في ضحيه في حاجه وبنسكت ما بيحصلش. فده طبعا هو سببه ايه؟ تراخي مننا، تراخي يعني لا مبالاة ولا هو يعني بص ما فيش فعلا فكرة ان احنا ما وعيناش خالص، ما فيش حد تحرك في السكة دي خالص، دي اول نقطة. في قانون مش متفعل كفاية اللي هو محتاج إيه؟ هو في قانون لمنع استخدام السلاح وفي المناسبات، في المناسبات حتى بس مش متفعل، قانون خاص بالمناسبات يعني في قانون بس هو كمان مش بس كده. يعني انا نفسي يعني ان شاء الله من ضمن المطالبات بالحملة ان احنا نقدم مشروع قانون اشد، يعني ما يتقالش عليه قتل خطأ. انا كأم مستفزة جدا من الجملة دي قتل خطأ، لان القتل الخطأ انا ببقى سيئة وغصب عني خبطت حد ساعتها. طب انت عايزة تسميه ايه؟ يعني ما بقولش عمد بس حاجة in between، يعني عارف في النص كده اللي هي فيها استهتار كلمة قتل خطأ دي مستفزة. الأم قاتلة مستفزة جدا جدا، وقتل عمد ليه برضو مش هينفع. لا مش هي برضو، وفعلا احنا يعني تشديد العقوبة اكتر، عشان دايما لما الدولة بتحب ان هي تنهي عادة او حاجة ففي الاول لازم نبقى العقوبة. تغليظ العقوبة. فده طلبي من الدولة يعني، وان يبقى مثلا في ان ممكن حد يبقى في رقم، او ممكن احنا يبقى الناس تبتدي تشتكي تبقى في شكاوي، يبقى في رقم هوت لاين كده خط ساخن ان احنا نكلمهم في فرح عندنا بيحصل كده فتعالوا وقفوا، فتبقى حاجة بقى صارمة وتنفيذ تفعيله بس. طيب المفروض الفيلم انتاجيا تكلفته هتكون كام؟ هو احنا عندنا تارجت ان احنا نبيع 10,000 كشكول. الكشكول بكام؟ الكشكول ب 50 جنيه السعر العادي، تكلفته علينا 30 جنيه. انا واضح جدا الموضوع، هو انتم ما بتابعوه يعني، هم لا ناس على الربح ده، هو ربحه بالزبط. ربحه طالع للقضية للموضوع. انا بتكلم انا كنت صريح معاك جدا في بقول لك ان التفاصيل رايحه فين. احنا ابتدينا من 14 يوم، طبعنا 700 كشكول، 200 في 300 في 100. طبعا انت عارف ان المجهود كله مجهود ذاتي، ما حدش بيدينا فلوس، احنا ده من فلوس بتاعتنا احنا. وبناخد اللي خدناه من هنا نحطه في المطبوعات من هنا، وبناخد ده من هنا نحطه في المطبوعات. الكشكيل خلصت، في اقبال غريب على الموضوع. احنا مقصرين جدا في حق المحافظات، ده فعلا المحافظات كلها انت لو دخلت بصيت الناس كلها عايزها في الاسكندريه وفي الصعيد جدا بقى. طب انا هطلب طلب. اتفضل جدا اتفضل. انا عندي في معرض الكتاب اللي جاي، عندي كتاب نازل في معرض الكتاب. احنا عارفين انا عايز 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 كميه كده، احنا هنطلعه بالاجبار، هو هيطلع مع اخواني يعني هو ده اقل حاجه احنا نعملها. يعني احنا هنطلب منكم بس ان احنا يبقى فيه عدد متفقين عليه تمام. من المقتنيات اللي اتعملت كلها سواء الكشكول او في حاجه تانية، وهتبقى معانا في معرض الكتاب. وده دي مسؤوليتي انا بقى، دي عهدتي انا، ده انا اللي هتعملها. مش عارفه اشكرك ازاي على الدعم الغير مشروط ده بالظبط. طب هو في حاجه غير كشاكيل مروه ولا انتوا بداتوا؟ لا ولا اختياري للكراسه كان عشان هو طالب هو كراسته يعني، فهي دي الفكره ان الطلبه. طيب رجعنا تاني، تكلفه الفيلم المفروض تبقى كام بالارقام؟ بالارقام احنا يعني بالتقريب
يعني هنقول احنا لو حسبناها مثلا هنقول مثلا العدد 10,000 كشكول في 50 جنيه هيبقى 500,000، بس احنا بنتكلم على اللي هي المكسب اللي هو 20 جنيه في 10,000 هيبقى حوالي من 100 ل 150,000 جنيه. انت طبعا عارف البرودكشن والانتاج والتصوير والحاجات دي، يعني خروج بالظبط الموضوع هيبقى كبير، لان احنا بالظبط احنا بنطمح ان الموضوع نلف بيه مصر كلها، مش بس اماكن عامه، لا عايزين مدارس وجامعات. والحقيقه احنا مرحب بينا في حتت كتير. مروه تتكلم عن الموضوع دوت. كنت بقالي 3 ايام استضافوني المركز الثقافي الفرنسي برضو معارض، طبعا الفتره دي عشان اعياد ففي معارض كتير، تجمعات في كذا حته دعتني، وكل ده من غير اي مقابل مادي، يعني بدون مقابل، دعم من الناس، وانا يعني منبهره بالدعم ده. يعني هو الجمله دي بس هتوقفني، هو في حد طلب منك تدفعي حاجه علشان؟ لا في جهات طلب. بس ما يعني انا اللي كنت بلجأ لهم، لكن الناس اللي بتجيلي لا، الحقيقه بالعكس يعني شيء مؤسف، يعني انا ما علينا، بس يعني لا انا شرحت لهم ان احنا مكسبنا ضئيل بشكل لدرجه ان احنا بندفع يعني انا بس انا عايز اقول كلمه مكسب دي كلمه مش مناسبه يا جماعه، يعني كلمه كلمه في غير محلها. مكسب دي مفيش مكسب اصلا، مفيش مكسب ده هو احنا بناخد دلوقتي بس احنا بننشئ المتطوعين هم اللي بيقوموا الموضوع على رجليه. المتطوعين غير اعضاء الحمله كتير جدا شغالين بمجهود خرافي، اللي بيروح الصبح بالعربيه بتاعته بيعدي على الناس في الحتت وهو رايح شغله، وبعد ما بيخلص شغله يعني شغالين بقلب وبجهد. طب لا احنا دلوقتي عايزين بقى طالما باب التطوع مفتوح يبقى تقولنا ازاي جداً. عشان احنا اصل الموضوع مش حلقة، احنا لسه كنا قبل الحلقة بنتكلم الموضوع فهم. الحملة دي انا بالنسبة لي مش حلقة، دي 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 ده انا اسمحوا لي اكون معاكم فيها والبرنامج كله طبعاً. ونحاول يعني نشوف ايه اللي ممكن يتعمل لحد ما فعلا الحملة دي تقف على رجليها، ونلاقي على ارض الواقع كده ان خلاص صدر القانون وبدأ تفعيله، وان الناس بتقول لنا كان بيحصل عندنا افراح وبيطلق فيها نار ورصاص وده وقف. فانا عايز بقى مروة ومحمد قولولي يعني كل اللي سامعين دلوقتي التواصل معاكم ازاي؟ عندنا تقصير في المحافظات كتير، وانا بعتذر. لا هنجيب مندوبين من المحافظات، سيبي المعلمين بقى هم اللي هنجيبوا ده طبعا. ما شاء الله المعلمين جمهورية لوحدهم، فهم اللي هيقوموا بالمهمة دي. انا بعتذر كتير قوي للناس اللي بيحاولوا يوصلوا للكراسة، وانا يعني احنا مش يعني اوقات الناس وكده بتتضارب فبنقصر ان احنا مغطين فعلا بالظبط، مغطين القاهرة الكبرى يعني مش عايز اقول بالعافية، بس الحمد لله احنا مخلصين. احنا في طباعة جديدة معمولة، احنا كشكلنا كلها خلصت مش معانا فعلا دلوقتي، بنطبع وان شاء الله على الخميس الجاي عندنا معرض هيبقى موجودين فيه، هيبقى في موجوده فيه الكشاكيل. بس وعايز اتاسف للناس فعلا بتاعه الاقاليم، لان احنا مش قادرين نوصل لهم حتى عن طريق الشحن، هنصرف فلوس. لا مع المحافظات هنقابلهم في معرض الكتاب تمام. يعني ده هيبقى ده المشن دي بقى هتبقى يوم معرض الكتاب في الفتره بتاعه المعرض كله تمام. طيب تاني لو في بقى فيسبوك بيج او حاجه للتواصل، لو في ارقام تليفونات حابين تقولوها يعني احنا لينا رقم تليفون فعلا، رقم تليفون للحمله بس ده اللي موجود معانا، ومعانا الهاشتاجات طبعا والصفحه بتاعه الفيسبوك، صفحه الفيسبوك اسمها لا لاطلاق النار في المناسبات، اسمها كده لا لاطلاق النار، لا لضرب النار في المناسبات اسمها. احنا هنعملها شير دلوقتي على البروفايل عندي، وهننزل اللينك بتاعها حالا، لا لضرب النار في المناسبات. ومعايا رقم التليفون، رقم التليفون هو التليفون بيبقى شغال بقى يعني شغال 24 ساعه في تليفون لوحده، في حد بيبقى صاحي وبيرد بالزبط. هو معاك دلوقتي ولا هو مع مروه ومعاها في الشنطه ماشيه بيه على طول ومروه تمام؟ انت جاهزه يعني؟ انا بس قبل ما نقول الرقم يعني طب انا بقول بس نستنى تمام يعني عشان خاطري، عشان انا عارف ان يعني هيحصل هجمه، فانا بس عايز الرقم ده نكون مستعدين الاول تمام. احنا ممكن اصلا نفعل حاجه زي في ارقام بتبقى خاصه باي في ار، حاجات وبتبقى رسائل مسجله والحاجات دي، بيتهيالي ده هيسهل اكتر على تمام. الناس انها تتواصل، والارقام دي اصلا بتبقى اشتراكها خدمه بسيطه جدا يعني تمام. فخلينا نقول الصفحه كمان مره لو تسمح لي يا محمد. طبعا الصفحه اسمها لا لضرب النار في المناسبات، لا لضرب النار في المناسبات، والهاشتاجات غير عاده انقذ روح، وفرحك موت فرحتنا، غير عاده انقذ روح، وفي هاشتاج تاني اسمه فرحك موت فرحتنا، موت فرحتنا. والصفحه من فضلكم يا جماعه كلنا ننضم ليها، وهيبقى بس مطلوب منك مروه لو تسمحي لي او يعني المسؤولين على الصفحه، اكيد كلكم مسؤولين عنها ان ننزل كل شويه للناس اللي هينضموا للصفحه ازاي يتطوع، دوره مطلوب منه ايه. واحنا يعني احنا معرض الكتاب في نهايه يعني في الاسبوع يعني في اخر 10 ايام من شهر يناير، فانا
مديك المهلة دي يا محمد, أنا سايبها لك انت تمام, وهتسلمني عدد هنتفق تمام عليه تمام. وحاجة كمان لو تسمح لي, احنا في جزء من 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 من, من دخل الرواية بالكامل هيبقى ده جزء من احنا بنحاول نشارك بيه في الحملة ده, يعني دي اقل حاجه نعملها. بس عايز اقول لك حاجه, اصلا هو مش فلوسي يعني, هو الفلوس دي فلوس برضو الناس المعلمين اللي هيروحوا يشتروا روايه, فدي في الاول طبعا. في الاخر فلوسهم, فبشكرهم كلهم يعني, انا منهم اصلا, انا من ضمن المعلمين زمان. خيرك والله حبيبي, انا عارف ان حبيبي كان منهم والله العظيم انا عارف, وانا عارف انه كان بيحبني وكان من المتابعين, فزي ما قلت لك بره يعني هيجي وقت وهنتقابل كلنا وهيبقى عارف اللي انت بتعمليه, ولازم يا مروه تكوني على يقين انه وصل له كل اللي بيحصل, وصل له القعده بتاعتنا دلوقتي, وصل له التعب اللي انت تعبانه, انا شايف وشك عامل ازاي وشايف شكل الاجهاد اللي على وشك, بس انا عارف ان كل ما بتعملي ده يعني بيحسسك ان انت بتعملي اللي عليك عشان خاطري. انا من الاول قلت لك انا مش هتكلم في حاجه في تفاصيل اللي حصل, عشان انا مش من محبي فكره فكرينا واحكي لنا, عشان خاطري يوسف يعني. انت اول ما جيتي قلت لي هو بيحبك وانا بحبه, وعشان خاطري بالله عليك يعني, احنا دلوقتي احنا عندنا زي ما بيقولوا كده مهمه, المهمه دي انا عارف ان الحزن عمره ما هيروح, اللي انت فيه يعني ربنا يكون في عونك, انا اسف, بس خلينا ناخد الحزن ده انه خطوه تزقنا اكتر لقدام ان شاء الله. اكيد هيحصل باذن الله. انا مش عايز اشوفك طيب. لا لا ان شاء الله تمام. الحمد لله عشان خاطر الحمد لله. طيب انا هسيبكم تقولوا اللي انتوا عايزينه, يعني انا برضو الفقره دي بتاعتكم. طيب هو مبدئيا كده انا مبسوطه جدا بالدعم الغير مشروط من حضرتك وناس كتيره قوي بيحصل منهم الكلام ده. عندي ثقه ان اي حاجه بتتعمل بحب بتوصل لحته ابعد من كتير ما نتوقع. ف حاجه تانية, هو الموضوع مش هياخد بس مش هيقف عند الفيلم وان انا الف الفيلم للصعيد او غيره. هيبقى فيه ورش حكي للأطفال, هيبقى فيه ورش رسم, هيبقى فيه غنى, يعني نحاول في الصعيد وفي الأقاليم وفي المدارس. بالمناسبة يعني للأسف صاحب يوسف اللي كان أكبر منه بسنة اللي شاله يوميها يوم الحادثة. هو يوسف كان عنده كم سنة بالظبط؟ 13 سنة واربع شهور. يوسف صاحبه قوي اللي شاله, بعدها بفترة لقيته على مواقع التواصل, لقيته منزل فيديو هو بيضرب نار. الحاجة الأغرب ترجمتيها دخلت له على طول قلت له اخس عليك, شحال ما كنتش انت اللي شايل صاحبك بايدك يعني. لا انت شفتيها ازاي يا مرو؟ مرعبة. شو يعني مرعبة. ترجمتي اللي حصل ده ازاي يعني؟ ترجمته ان الموضوع عمال ينتشر بشكل حتى اللي اتأذى منه مش شايفه. لأن ما فيش حد بيقول ان ده غلط خالص. خالص يعني, هو ما بص, هو زعلان على صاحبه طبعا, ما عنديش شك في ده يعني, ده من اكتر الناس اللي انهار يعني لان هو اللي شاله. بس مرعب الموقف, كان بالنسبة لي صادم جدا يعني. فده يخليني أقول بعدين في حاجة غريبة جدا, أنها هو في أحد الكومباوندات من حوالي أسبوعين أو ثلاثة, واللي هي يعني منطقة كويسة راقية جدا, حصل فيها كده من أسبوعين ثلاثة واحدة ضربت في جت في بطنها أو حاجة زي كده, بس الحمد لله ما توفتش برضو من المناسبة. يعني احنا نقدر نقول يا مروة ان الموضوع يتوغل في المدينة يعني الموضوع مش متعلق بقى بثقافة, مش متعلق بأقاليم, مش أطلاقاً. متعلق بالصعيد أطلاقاً لا بالزبط. ده حاجة كده فرة وعمالة بقى الناس بتتباهى بالعك وبدأنا طالما ما فيش راضع خلاص كله بيعلم يعني كله. يعني يوسف اصلا توفى في حتة ما ملهاش علاقة بالصعيد ولا ارياف ولا اي حاجة صح. يعني صح. وعلى فكرة هو يوسف توفى مش برصاصة عادية, هو البعد كان 2 كيلو وكانت رشاش آلي يعني. ما هو ده اللي احنا بنقوله يعني. انا يعني برضو في حاجة لازم تتكلموا فيها, الدراما
والافلام بتجيب الافراح العنف يعني العنف في الحاجات دي طبعا السينما طبعاً. بتجيب الافراح يعني افراح يعني ده حتى يعني بتبالغ عن اللي بيحصل مثلا نفسي تتمنع في يعني الظاهره دي ان حتى لو بتمثل فرح لا بلاش دي بلاش الحته دي يعني ما هو نستمد في الاخر ثقافتنا من صحيح هي مرايه للمجتمع بس في نفس الوقت هي مدرسه في جمله هي مدرسة. انا بنقل الواقعيه ومش بنقل الواقعيه ما هو انا برضو لازم ابقى عارف ان انا وانا بنقل انا بعلم برضو وبعدين انا ليه مهتمه جدا بان انا اعمل فيلم ومهتمه جدا ان انا اعمل ورش رسم الفن دوره كبير جدا جدا ومؤثر وطول الوقت ومن زمان وانا مصدقه جدا فقد ايه الحاجات دي بتوصل أسرع بكتير من ندوات والكلام ده محدش هيشوفه محدش هيسمعه صح. لكن بحكم السوشيال ميديا بحكم الحياة اللي بقت مسيطرة علينا دلوقتي بالزبط. ان كل الناس بتصحى من النوم تفتح تشوف الفيسبوك في ايه اليوتيوب عليه ايه جديد فهو لا انتوا البداية صح البداية صح يعني جدا. انا متخيلة يعني السيناريو بس مش عايز اتكلم عنه دلوقتي بس يعني الفيلم يعني هي بس اختصاره يعني ازاي التغيير بيجي منين يعني ازاي نغير شايفة البداية في البداية في الصغيرين لان الكبار اصعب من يعني هنحفر في الصغيرين الزرع هل انت متخيله ان انت في مره تبقي بتتكلمي مثلا يعني مش متخيله انت مستعده ان انت هتبقي مثلا في مكان ما وبتتكلمي وتقابلي برفض وهجوم انا من اسبوع فات بالظبط يوم الجمعه اللي فاتت كنت في مكان في وادي دجله فكنت واقفين ومبسوطين وكان في عيله جميله جدا صعيده يعني ام واحفاد وجد الى اخره وقاموا ومبسوطين يعني يوم جميل وبيحتفل يعني بيتبسطوا وفجأة لقيت واحد منهم الرجل طلع مسدس وبيلعب بيرقص بيه يعني فروحت له طبعا انا يعني كنت منفعله شويه بعدين انتبهت ان انا المفروض مش مامي يوسف انا المفروض حد من حمله ابقى اكتر ما يعرفش الكيس نفسه بالظبط وبالصدفه كنت لابسه سويتشيرت بتاع يوسف انا بلبس حاجات ليوسف كتير فروحت فاتحه الجاكيت قلت له ده ابني اسمه يوسف مات بالطريقه اللي انت بتعملها دي الصراحه هو طبعا الكلام اللي بيتقال في المعتاد يعني اللي هو البقاء لله والنصيب والحمد لله والى اخره هو في الجنه والكلام اللي بيتقال ده في محاولة بائسة ان انا اقنعه ان ما تعملش كده تاني فعلا كانت بائسة بائسة ليه؟ ايه ردوده؟ مبدئيا كده في الاول بيقولك انا بعرف احنا بنعرف تلاقي اللي مسكه ما كانش يعرف اللي مسك بعد كده طب وهو ابنك ليه في واحدة كمان بتقول ايه وهو ليه يمسك سلاح قلت له هو ماله مال السلاح هو اللي اتضرب هي افتكرت ان هو ضرب نفسه يعني دايما بيدوروا على التبرير يعني ده اللي اقصده يعني ان في لف ودوران حوالين تبرير الموضوع يعني فهي دي كانت محاولة بائسة خلي بالك احنا اساتذة التبرير يعني مش في قضية يوسف رحمة الله عليه لا احنا في كل حاجة احنا لا نعترف بالخطأ غير لما نبرره مليون مرة وده اذا اعترفنا في الاخر يعني اقصى حاجة ممكن اعملها في الاخر هسكت وده اللي بيخليني بصدق في الطفل اللي طالع عشان كده عملتها كراسة حاولتوا تتواصلوا مع مدارس يعني بدأت هي البداية كانت مدرسة يوسف البداية كانت في مهرجان عند مدرسة يوسف ده اللي تعرض فيه كشكول لأول مرة اللي اتباع فيها يعني ما شاء الله يعني أول دفعة خلصت وبقوا طلبات يعني ولا زال لغاية دلوقتي مدرسة يوسف بيها وما بعد مدرسة يوسف في مدرسة تبع مصر الخير برضو هي اتعملت باسم يوسف في الفيوم هروح لهم بورش وبس دي هديه مني يعني مدارس المجتمعيه لا ده احنا هنروح سوا عشان لازم نبقى معاك في مدرسه باسم يوسف في الفيوم هناك يوسف. معموله بالمناسبه هو اول واحد دفع فيها يعني قصه غريبه كده شويه يعني هو حابه تشاركينا فيها يا ريت كان قبل وفاته بشهرين كانت الاستاذه منى الشاذلي جت هي كانت مع مصر الخير في الموضوع على طول الاستاذه منى بتدعم كل انشطه مصر الخير بالظبط فكانت جايه تدي سيشن للولاد عندنا وبالصدفه كان السيشن ده لجريد يوسف الجريد اللي كان فيه يوسف الصف فيوسف حضر وانا بشتغل في نفس المدرسه فاول ما حضر السيشن وسمع طلع لي المكتب ماما انا عايزه اساهم بس ويعني قد كان وساهم وكان اول واحد وبعديها الموضوع
الموضوع نام في فترة يعني لسه ما كناش بنلم البروجكت ده وكده, وحصلت الحادثة. فالأهالي البارنتس والطلبة كانوا بيتبرعوا بزخم كفدة ليوسف انه عشان يعيش يعني. فالمدرسة تطوعت وقالت احنا هنعمل مشروع, فياريت تضموا علينا ان المدرسة دي نكمل المشروع بتاعه. ولما حصلت الوفاة كلموني قالوا لي المدرسة هتكون باسمه. طيب انا خليني اقرا شوية من الرسائل اللي جت يعني الناس بعتين لك حاجات اللي انا احب ان انت تسمعيها. احنا متبرعين كلنا, شوفوا ايه اللي نقدر نعمله بمجهودنا وبفلوسنا, احنا معاكم. في رسالة تانية, الافلام السينمائية تصدر ثقافة العنف, دي اماني. في كمان ربنا يصبر قلبك ويقويكي, دي هبة واماني برضو. الفكرة عظيمة وانتي ام عظيمة, من آية. في كمان من المشاركات تعازي كتير والله العظيم ليك بجد. في كمان كلامك مؤثر جدا ولازم كلنا نتعلم, والفكرة اكثر من رائعة, ربنا يكرمكم اكتر ويجعلها في ميزان حسنات يوسف. كمان دي آيات. في كمان ربنا ينفع بيكي ويستخدمك, دي أستاذة سناء. في كمان الناس بدأوا ينشروا الصفحة, كمان احنا بنشكركم يا جماعة. في كمان بحترم حضرتك جدا, وبرغم الوجع انت بتحاولي تاخدي خطوة وتنوري الدنيا, بحترم مشاعرك وبحترم قوة مشاعرك أستاذة مريهان. في كمان طب اللي عاوز الكشكول يحصل عليه حاليا ازاي, ده يوسف محمود بيسأل. ففيها ولا متاح دلوقتي, متاح دلوقتي ان هو يبعت لنا على الانبوكس رقم تليفونه على الصفحه اللي قلنا بالظبط, محتاج رقم تليفونه يبعت لنا على الانبوكس بتاع الصفحه, ومحتاج قد ايه واحنا نوصله لحد عنده في القاهره, لو هو في القاهره او في الجيزه, القاهره الكبرى مؤقتا. في الاقاليم زي ما انت قلت معرض الكتاب, واحنا هنوصل للاقاليم يعني. مروة عندها اجازه الفتره الجايه من الشغل, هنبتدي ناخد الرحله بقى. هعمل رحله طويله شويه. احنا يعني هو زي ما قلت لك, احنا هيبقى في شويه تعاون كده ان شاء الله لو تسمحي لي, لان احنا اصلا بنعمل خدمه توصيل الروايه للمحافظات, فده هنحاول نعمل ده مع ده عشان يعني اولا توفيرا لفلوس ما لهاش لازمه والكلام ده, بحيث ان الفلوس اللي هتدفع كلها بتذهب لصالح الحمله ان شاء الله. في برضو من الناس اللي كانت بتشاركنا ما شاء الله كتير, ان شاء الله الحملة تنهي هذه العادة تماما, دي منا. في كمان استاذ احمد بيقول خالص التعازي لحضرتك, انا كنت من المتابعين للقصة بالكامل, لكن انا ما كنتش اعرف ان حضرتك عملت هذه المبادرة الرائعة, جعلها الله في ميزان حسنات ولدك الحبيب. في كمان ليه حضرتك ما تفكريش تظهري في برامج تلفزيونية برضو تتكلمي من باب الانتشار اكتر, لان مطلوب الناس تشوف, لان مش كل الجمهور بيتابع الراديو, في جماهير تلفزيونية اكتر. فهل ده فكرتوا فيه؟ يعني لما بيتعرض عليا ما بقولش لا. هو طيب. عامة طلعت في حاجة مداخلة قريب على قناة يعني يعني انا برضو خلينا احنا نسعى في هذا ان شاء الله. والبرنامج هنا يعني هنعتبره بتاعكم يعني, انا البرنامج ده وان شاء الله السنه الجديده برضو هيبقى برنامج الصبح, فهنتابع الموضوع تفصيلا. وخليني برضو اقول لحضرتك, هل في في حد بيقول في ارقام تبرع حساب بنكي؟ لا, هم حابين يا جماعه الموضوع يكون ابسط من كده, منعا لاي كلام بالزبط. هي حضرتك بتشتري الكشكول وبتدفع ثمن الكشكول يعني, انت بتاخد كشكول بتساهم. جميل جدا, وبتمن الكشكول اللي انت دفعته ده انت بتساهم في الحمله. في كمان طيب الرسالة دي أنا همني تسمعيها, أنا صحيت بابا من النوم يسمع, لأن بابا عنده موضوع السلاح ده من الحاجات الأساسية في حياتنا, في أي مناسبة لازم يطلع يجري بالسلاح. بابا سمعك وبيقول لك ربنا يصبرك وأوعدك, هي اللي بتقول صاحبة الرسالة, أوعدك أن أنا أخليه يبطل العادة دي. دي صاحبة الرسالة يعني. أنت بتعملي يا مروة والله حاجة أكثر من عظيم. أنا هسيبك أنت تختمي بالرسالة اللي أنت حابة تختمي بيها, حابة تختمي برسالة ليوسف نفسه, حابة تقولي أي حاجة. احنا سيبك بقى من الشكرانيات لأي حد, الوقت اللي جاي ده بتاعك, قولي كل اللي أنت عاوزة تقولي.
موت بعض الناس. في ناس مش كل الناس يعني, هو البني آدم عموما رسالة, هو أي بني آدم فينا رسالة. فيوسف وفاته أبدا ما هتكونش كده يعني, يعني مرور كرام يعني, هو هو أثره باقي زي أثر الفراشة. فأنا بقول له شكرا إنك هتكون حاجة حاجة تسبب الخير لناس كتير قوي. فلا الشكر ليوسف, بشكر يوسف. وإحنا بنشكرك, وزي ما قلت لك كلنا معاك. احنا كتير ما تلاقيش, احنا كتير قوي. واحنا شرفنا ان احنا كلنا زي ما يقولوا كده نكون رهن اشارة منك. كل اللي انت عاوزة تعمليه واللي انت بتفكري فيه, واسمح لنا كمان احنا نفكر نحاول نخرج برا الصندوق بقى ونشوف ايه دايما الافكار برا الصندوق بتبقى منتجة اكتر وبتبقى ملفتة اكتر. أنا عندي قناعة جدا أن الموضوع كل ما هيكون فيه تكاتف مجتمعي والناس اللي بتعمله مش منتظرين حد, يعني أنا مش أنا ولا حاجة من غير المجاميع دي كلها وبغير التعاون والدعم ده كله. ف يعني وجود كل واحد وكل حد بيساهم بحاجة أبسط ما يكون, هو هو عمل حاجة كبيرة جدا, هو ترسم التروس دي. مروة, في ناس ممكن لو كانوا تعرضوا للموقف كان اكتفى بحزن وقال خلاص, يعني اصلا انا مهما عملت هعمل ايه خلاص. يعني هو الجملة عارفة الجملة البسيطة ايه, هو هيرجع حاجة. معذورين, معذورين لان هو الموضوع يعني متعب اكتر لما بتكون عايز تشتغل على حاجات وانت عندك اصلا عايز تنعزل اصلا يعني, فاهم؟ بس انت بتحاول بتحاول علشان يعني يمكن عايز اسيبها له صدقة جارية. هو يعني اللي احنا شايفينه ان يوسف رحمة الله عليه لا هو سايب صدقات جاهزة. هو يعني احنا عارفة اللي بيقولك الواحد بيبقى نفسه يعمل حاجة طيبة, يعني سبحان الله سبحان الله. يعني هو من الواضح ان هو كان زي ما بيقولوا كل واحد بيأمن نفسه, هو كان مأمن نفسه جدا جدا ما شاء الله يا حبيبي. كان جميل, كان جميل, وهو كل اللي عرفه حبه. يعني انا الناس اللي كانت تعرفه وجولي ما كانوش بيجوا عشان مروة, بيجوا عشان يوسف. يعني مروة دي ولا حاجة يعني, مش مهم, مهم يوسف. وانا اللي كنت بهديهم في المستشفى بالمناسبة يعني. اللي ما عرفوش ده اللي كان غريب جدا, انه يوصل لهم نفس الشعور بتاع الناس اللي عرفته. فسبحان الله فعلا ربنا بيسيب حاجة. وكم الناس اللي كانت متضامنة, والناس اللي بتسجل له رسائل, والناس اللي بتبعت له فيديوهات. يعني ده كان كانت حالة غريبة, حالة يعني, هو حالة حالة معجزة, حالة انا يعني كنت بتفرج يعني اكتر, يعني كنت بتفرج ومش فاهمة يعني. انا حتى في حاجة غريبة جدا يعني, الناس كلها بتكره مثلا يعني مكان ابنها توفى فيه او حاجة زي كده. الغريب جدا ان انا بحب المستشفى دي, لان 12 يوم شفت حب يوسف اكنه حاجة طاقة كده في المكان ده, طاقة. فانا يعني انا كل سنة في الثانوية بروح له يعني. ف يعني طاقة الحب كانت غريبة. الحب ده انا شايفه عليك دلوقتي. يعني انت ربنا انعم عليكي بصبر وحب هيبان قوي في الفترة اللي جاية, وهيبان كتير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. محمد برضو هسيب لك تختم العمل العظيم اللي انتوا بتعمله. يعني انا بشكر يوسف ربنا يرحمه, ويعني اجمع حب كل الناس عليه. وفعلا هي السيرة اطول من العمر. يعني احنا كنا مفعلين هاشتاج ولسه موجود بعد اي كلام بنكتبه وبعد اي حاجة, سيرتك اطول من عمرك حقيقة. وده كل الناس مقتنعة بيها, وفعلا يعني كل الناس اللي كانت تعرف, في ناس كتير قوي عرفت يوسف بعد الموضوع وبتقدم طاقة حب اكتر من الناس اللي كانت عارفاه. ويعني بشكرهم طبعا كلهم, وشكرا. ويعني يوسف سيرتك اطول من عمرك. بس انا بشكرك ان انا اللي انا شايفه ان انت خير داعم لمروة, اللي انا شايفه يعني. فكمل بجد محمد, انت دورك مهم جدا معاها. فيعني واكيد مش انت لوحدك. انا عارف ان في ما شاء الله يعني في جيش داعم جدا. طبعا احنا كتير, وفي ناس كتير. انا من غير الجيش ده ما كنتش, ولا انا يعني يوسف طبعا ربنا دعمه, فربنا يحميه. انا دعمي, انا عجبني صيغه دعواتك ليوسف. موجود موجود.
موجود. دي احسن حاجه. شرفتوني. شكرا. شكرا يا يوسف. صباح الخير. دي البدايه. الحملة دي هتفضل موجودة معانا لحد ما مدام مروة تكلمني في مرة تقولي خلاص مفيش ولا طلقة بتضرب في أي مناسبة. وقتها نقول لكم شكرا، كتر خيركم، ونشوف حاجة تانية نشتغل عليها. طيب. كل واحد يتبنى هذا الموضوع وابتدوا تكلموا عنه واكتبوا عنه، ادخلوا على الصفحة شوفوا كل حاجة نعملها شير يا جماعة، شوفوا ازاي نساهم. موضوع الكشكول ده احنا بنتكلم في ان في معرض الكتاب احنا بنبيع، بنتكلم في 20 وفي 30 طبعة، يعني بنتكلم في 30,000 نسخة من الرواية. لازم على الاقل، مش هقول قدهم، نصهم يكون متباع الكشكول. وكل واحد هيشتري سواء الرواية دي أو الرواية المجمعة للمعلمين لازم تبقى عارف أن أنت هتساهم كمان، لأن جزء هيخرج من دخل هذا العمل للحملة دي، وده أقل حاجة نقدر نعملها كلنا.